تجاوزوا او الاشخاص اللي عندهم اخطاء. انتم تعرفون ان حتى حاسبنا كوادر موجوده في القناه لانها لمست الخط الاحمر. من ضمنهم الزملاء في الرادار. نحبهم ونقدرهم لكن معليش وصلت الخط الاحمر يجب ان تحاسب. لكن اتمنى ان الزملاء وانا اعرف انهم خبرات اعلاميه واسماء اعلاميه لها احترامها وتقديرها يكون استوعبوا هذا الدرس. فمن اليوم ان شاء الله راح يتم رفع الايقاف عنهم والعوده في الرادار مره اخرى باذن الله.